حياك الله ستي العزيزه، الله يحفظكم رحم الله والديكم، عن طريق قناتكم الكريمه وبرنامجكم المميز. اناشد السيد وزير الداخليه المحترم السيد عبد الامير الشمري. نعم. وذلك لوجود دعوه قضائيه ضد متهم. نعم. على اساس هاي الدعوه انا انعزلت من الوظيفه. انا انعزلت من الوظيفه بدون تحقيق الاداري، وانا بدوري اشكر القضاء الاداري لان بت بقضيتي، يعني انصفني والغى العقوبه مالتي. نعم. يوم 29/9 صدر امر بالغاء العقوبه، كون اني ما حد متحقق وياي. نعم. دائرتي عزلتني من الوظيفه بدون تحقيق اداري، الحمد لله القضاء الاداري انصفني. نعم. بهذا الموضوع. بس انا مناشدتي الوزير الداخليه الاستاذ السيد عبد المنير الشمري. المتهم حر طليق، تكفل بال 2018. نعم. واعترف بالتزوير اللي هو مدخل علينا معامله، اعترف بالتزوير وتكفل على ماده 289 تزوير. نعم. واذا اتفاجئ المركز الشرطه اللي بالديوانيه مضيع الدعوه هي ومرفقاتها. نعم. خوش، واني ما خليت جهه ما ناشدت، ما خليت جهه ما رحت، بديت بالتسلسل، اشتكيت بالشؤون، اشتكيت على مركز الشرطه. من صار لي سنه ما يقارب سنه لحد الان ما واصل النتيجه. وعلى ساعه يعني عندنا دعوه مفتوحه بالنزاهه، على ساعه السيد قاضي التحقيق النزاهه يحيل الدعوه مالتنا، يحيلها للجنايات. راح يسال الممثل القانوني، راح يقول له صابك ضرر؟ راح يقول له نعم صابني ضرر. نعم. بالمقابل المتهم ما جاي مسدد، كل المتهمين هي مو دعوه ولا اثنين، هواي دعاوي، اكثرهم اجوا سددوا. بس هذا ما اعرف، ما حد جاي يداعيه، ما حد جاي يوصل له، متروح تستعلن بالحاسبه مال مركز الشرطه ما تلقى لها اثر. زين انا متهم على شنو اذا اثر ما له؟ لحد اليوم اني رايح لمركز الشرطه يقولوا لي هذا الاسم اللي انت تريده ما له وجود. نعم. يا بعان عندي اوراق تثبت هذا المتهم مكفل وعده افاده، واكو واحد من الضباط مستلم هاي الدعوه واشتكيت عليه بالشؤون، ما جاي احصل نتيجة من ذاك اليوم. بس يعني تقريبا صار لي سنه واني عن طريقكم، عن طريق قناتكم الكريمه، اناشد السيد عبد الامير الشمري، اريد اشوف لي حل، لان اني بس اصعد للجنايات عن طريق قاضي التحقيق، احتمال لو انحكم، لو لازم ادفع هاي المبالغ اللي ماخذها هذا المتقاعد.